يقول السائل: بعض الناس يقولون إن كلمة بلعون هي حلف بغير الله، وبعضهم يقول غير ذلك، فما الصحيح في هذا؟ العون هذا يقول إنه صنم، بلعون يعني، والعون باء القسم، لكن ما اللي ما يقصد القسم ولا إنما هي كلمة تجري على لسانه، هذا من اللغو لا يعتبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك يقول: هناك بعض الناس يقول والنبي، وعندما ننصحهم يستغفرون ثم يعودون لأن ألسنتهم قد تعودت على هذه اللفظة، هل يأثمون عند المعاودة؟ هل إيه؟ يأثمون عند معاودتهم؟ إيه نعم، الحلف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بالنبي ولا بغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكنه من الشرك الأصغر، ما هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.